اهلا، احلى متتبعي قناه ابداعات امونة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده، وتلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اذا الفيديو ديال اليوم حبيت نشارك معكم واحد خبيزات ديال الهامبرغر، كيجيو ساهلين وبساطين، ما فيهمش مقادير كثيره ولا حتى كتحتاج واحد الوقت كبير في التحضير ديالهم. اذا تابعوا معايا الفيديو الاخير باش تشوفوا المقادير اللي غادي نستعمل في هاد خبيزات الهامبرغر والطريقة اللي غادي نوجدهم بها. اذا بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق، غندير معها معلقة كبيرة ديال السكر، ومعلقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز، وجوج معالق كبار ديال الزبده، وكان ماء دافئ باش نجمع العجين. ممكن ان تعوضوا الماء بالحليب، حتى هو كيجي حتى هو يمكن اننا نجمعوا به هذا العجين، وشويه ديال الملح. اذا نبداو على بركه الله. اذا اول حاجه غادي ندير، غنضيف شويه ديال الملح على الدقيق، ومعلقه كبيره ديال السكر، غادي نحركها في الدقيق، ثم غندير قدامكم عبار ديال معلقه كبيره ديال الخميره، كيف ما كتشوفوا راه هاد العجين ساهله وبسيطه، في مره ممكن اي مبتدئه انها تطبقها. اذا غادي نبدا نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ.